الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن القرآن كتاب الله الخالد إلى قيام الساعة، نبهنا رب العالمين إلى تدبر آياته، قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وليس تدبر الآيات لجانب مسائل التشريع وفقط، بل إنه كتاب إلى قيام الساعة. وعصرنا هذا فيه من الاكتشافات العلمية، وفيه من التكنولوجيا والتقنية ما لم يكن يخطر للبشرية على بال. وقد نزل القرآن كما عرفنا إلى قيام الساعة، فلا بد وأن فيه من الإعجازات والاكتشافات التي تبهر البشرية على قدر ما وصلت إليه من تقنية، وما يزيد وما يزيد، نعم وما يزيد. فقد قال رب العالمين: سنريهم آياتنا في الآفاق، يعني لازال ما علمه الناس من أمور الكون لازالوا بحاجة إلى يعلموا أكثر، ولا زالوا لا يعرفون شيئا عن خلق الله سبحانه وتعالى. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وتلك هي الرسالة التي نأخذها من آيات القرآن عن الإعجاز العلم حتى يتبين لهم أنه الحق. شهد الله أنه لا إله إلا هو، بمعنى أن وحدانية الله سبحانه وتعالى وإفراده بالربوبية، هذه هي القضية الأساسية لبشرية الأمة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلننظر عبر الأمر إلى شيء من الآيات التي وردت في كتابه سبحانه وتعالى عن ذلك. يقول ربنا في محكم التنزيل في سورة الطور: وإذا حميم مسجون. القرآن يتكلم عن البحر ثم يذكر صفة للبحر أنه مسجون. مسجون معناها أنه حمل فيه حتى اشتدت الحرارة جدا جدا. العرب لهم تقوم أيام يخطر على أيام تقوم أيام هذه العرب
هذه الشقوق متصلة ببعضها والأرض ذات الصدع، يعني في الأرض في أعماقها الخاصة شقوق عظيمة وهي تتكلم عنها القرآن من أرض ذات الصدع. نعم، تكلم القرآن من قبل 1400 سنة، القرآن الذي نزل على النبي الأمي وعلى الأمة الأمية يتكلم عن البحر المسدود وعن حرارة في باطن البحار وشقوق في أعماق البحار. هذه الشقوق تصل إلى آلاف الكيلومترات، وهذه الحرارة في هذه الشقوق فيها حرارة
من الأرض من هذه البراكين، هذه البراكين فيها غازات ارتفعت، هذه الغازات مثلت فيما بعد أنها لما تبخرت وتجففت وصلت إلى الحال الذي نحن نعلمه الذي هو ماء، لأن البراكين يخرج منها غازات متعددة وغازات سبحان الله عجيبة جدا. هذه البراكين يعني تعتبر سبب من أسباب وجود الماء على الكرة الأرضية، لأن ربنا قال وقدر فيها أقواتها أخرج منها ماءها ومرعاها. طيب سبحان الله، هذه الشقوق اللي يخرج منها حرارة تزيد عن 1000 درجة مئوية، هذه ضارة بالبشرية ولا في مصلحة الناس؟ لا، في مصلحة البشرية وفي مصلحة المعيشة على الكرة الأرضية، لأن الكرة الأرضية هي المعروفة لأنها الكوكب الأزرق أو الكوكب المائي الذي هو أكثر الكواكب ماء. طيب إذا عرفنا ذلك، طيب هذه الشقوق، هذه البراكين، هذه الصخور النارية، ما الفائدة من وجود تشققات وبراكين في باطن وأعماق البحار؟ الفائدة أن درجة حرارة مركز الأرض، مركز الأرض درجة حرارتها 6000 درجة مئوية، فلو لم يحدث تشققات في الأرض بالتالي هتكون القشرة الأرضية كلها مصمتة، ما فيهاش أي تسرب للحرارة، ساعتها سيحدث انفجار للكرة الأرضية جمعاء كما يحدث انفجار للقنبلة النووية.